أعزائي المشاهدين، طاب مساءكم بكل خير. قنديلنا لهذا اليوم الفنان العالمي عمر حمدي بين قوسين مالبا. بريشته رسم وجوها حزينة ومحكومة بالعزلة هو الفنان التشكيلي العالمي السوري الكردي عمر حمدي المعروف بمالبا. يقول: 50 سنة وأنا أحمل في داخلي قصة شعب لم أملك سوى المنفى في لوحتي، لغة أو وطنا يرسم مكان موتي. كتب قبل سنوات قليلة هذه الكلمات. ولد الفنان الكردي السوري عمر حمدي مالبا عام 1952 في ليلة شتوية داخل منزل طيني سقفه من خشب في قرية تل نايف التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، وتربى على يد والدته وجده بسبب غياب والده الدائم خلال خدمته في الجيش. ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة الحسكة بحثا عن استقرار لم يصل إليه. مارس الفن منذ الطفولة ودرسه فيما بعد دراسة خاصة، وعين مدرسا للفنون عام 1970، ثم عمل رساما وغرافيكيا في الصحف وفي مديرية الكتب المدرسية في سوريا. بعد ذلك سافر إلى فيينا عام 1978، تفرغ للعمل الفني وكتب في النقد الفني، وله محاولات شعرية وصدرت العديد من المطبوعات والكتب المصورة عن أعماله. صارع مالبا الواقع والفقر الشديد وتصدى لمجتمعه الذي لم يكن يفهم قيمة الموهبة. أول اكتشاف لموهبته كان عندما جلب والده لوحا خشبيا وطباشير ليتعلم بها الكتابة. قال: مع أول حرف كتب على اللوح أدركت موهبتي في الرسم. ثم كانت صدمته الأولى في الحياة مع أول معرض له في المركز الثقافي العربي في دمشق. من لوحاته 35 المعروضة لم يبع سوى لوحتين لوزارة الثقافة، وذلك بعد عرضها لمدة أسبوع بلا زائرين. حينذاك قام بحرق جميع لوحاته في حي زقاق الجن، حيث يقول: أنزلت صندوقة أخرجت لوحات وأشعلت فيها النار، أحرقت الكوم الملونة، راحت النيران تمر برؤية على الوجوه المرسومة بالأحمر، ثم نبضت الكومة بلهيب كبير، تشوهت الوجوه والأيدي مع النار، أحسست أنها أصبحت أجمل من قبل، شعرت بالبرد وأنا في عز الصيف، وجلست متأملا طوال الوقت جنون النيران والدخان والألوان حتى تحولت جميعها إلى كومة داكنة صغيرة تأملتها وغبت عن الوعي. عمل عمر حمدي في الصحافة والنقد الفني. بدأت رحلته من سوريا باتجاه بيروت، ومنها غادر إلى فيينا برفقة زوجته وطفله أوليفر، وهناك أمضى 37 عاما وأصبح عضوا في اتحاد الفنانين النمساويين والاتحاد العالمي للفنانين في اليونسكو، وعضوا في الكونسلير هاوس في فيينا، كما ترأس لجنة التحكيم في غاليري آرت فورم للفن الدولي المعاصر في فيينا بنمسا. أعماله مقتناة من قبل تجار الفن في العالم وصالات العرض ومتاحف وبنوك ووزارات ثقافة، كما يوجد هناك عدد كبير من المقتنيات الخاصة في سوريا، أمريكا، كندا، النمسا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، اليابان، سريلانكا وروسيا وغيرها من البلدان. عرضت لوحاته في معارض ومتاحف حول العالم. يصف فناننا حمدي اللون بأنه كل شيء يدخل إلى العين ثم يترجم إلى شكل ما عن طريق الضوء، فبلا ضوء لا توجد الألوان. قال: اللون هو الدم الذي أرسم به، وهو محترفي منذ الطفولة وبه أتصل مع هذا العالم. فهذا التشكيلي الكردي لطالما كان يستعيد مأساته بما يشبه نواح القصبي،
على شاطئ الخابور وأوجاع البشر المهملين وألوان التراب، جداريات تخطف العين، إلى ثراء عناصرها في جملة التوليفات المتراصة بمربعات ومستطيلات متجاورة تستعيد شريطا من سيرة ذاتية مضطربة تشف عن حنين لا ينتهي إلى رحم الأرض الأم بكل أساطيرها وبهجتها وأحزانها. وهو حين يلجأ إلى عملية كولاج بصري إنما ليضيء ذاكرة ملتهبة بالتواريخ والأشكال والرموز البدائية والأقمشة المحلية وأعمال التطريز، مستحضرا صدى حضارات قديمة في حوار بصري مكثف من النظم اللونية والقيم التشكيلية المبهرة. لكن مالفا لا يدع ألبومه الشخصي كما هو، بل يضيف إليه إشارات جرافيكية مهمة تبرز قدرته كملون من تراث خاص، يضع لمسته الأخيرة على هذا النسيج التراكمي عبر عملية انقلاب معرفي وإركيولوجي تأتي كمحصلة نهائية لرؤاه الانفعالية واللونية من قريته الطينية في تل نايف. في أقصى الشمال السوري خلال رحلته إلى العاصمة النمساوية، كانت رحلة طويلة من الهروب والمكابدات والعوز، خاضها بقوة القلب واللون في آن واحد. فخلال سنوات الدراسة في مدينة الحسكة اضطر هذا التشكيلي السوري إلى العمل ليلا في دار للسينما كخطاط ورسام مناظر وعامل تنظيفات وقاطع تذاكر، وفي الوقت نفسه كان يخزن في ذاكرته الفتية الجانب الحسي للأشياء، يغرق في اللونين الأحمر والأسود دون سواهما من الألوان، ويرسم سرا حقول القمح ووجوه الفلاحات مستخدما شفرات الحلاقة بدلا من الفرشات. ولطالما أخفى لوحاته في بئر المنزل كي لا يكتشف والده هذه الهواية التي لا تطعم خبزا وستنتهي به إلى أن يكون عتالا في سوق الخضار. في عام 1968 أثر تخرجه من دار المعلمين باع حمدي دراجته الهوائية، وبثمنها الزهيد اتجه إلى دمشق على ظهر شاحنة برفقة لوحاته. فور وصوله إلى العاصمة استقل سيارة إجرة إلى صالة المركز الثقافي العربي في حي أبو رمانة، وقابل المدير عفيف بهنسي حينذاك الذي أعجب بلوحاته ووصفها بأنها مجزرة. وافق على إقامة معرض له لهذا الفتى الذي لم يتجاوز حينها 18 من عمره. كان للمعرض وقع الصدمة كما ذكرنا سالفا على الحياة التشكيلية السورية نظرا إلى تفرد التجربة وقوتها الإيحائية، واختار الفنان أن يوقع لوحاته باسم مالفا من وحي اسم وردة في قصة للتشخوف. لكن عمر حمدي سرعان ما أحدث صدمة أخرى أشد تأثيرا، فما أن انتهى المعرض حتى جمع لوحاته وغادر المكان إلى أحدى ساحات دمشق، وهناك أضرم النار في جميع لوحاته ليعود بعدها إلى مدينته القصية وبصمت عاما كاملا من دون أن تمتد يده إلى الفرشات والألوان. وعندما عاد إلى دمشق مرغما بعد عامين لتأدية الخدمة الإلزامية في سرايا الدفاع، وجد نفسه مجددا في أقصى حالات العزلة، ينام في الحدائق العامة أو فوق كرسيين في إدارة مجلة الفرسان التي ندب للعمل فيها كمصمم صحافي ورسام موتيفات. في هذه الفترة من حياته القلقة بدأ حمدي بحثه في جوهر الأشكال، غارقا من ذاكرة متفجرة بالطقوس الحسية والواقعية الصوفية ورؤى تجريبية غائمة لا تستقر على حال، كنوع من التمرد على سكونية حياته الممزقة بين حميمية القرية الطينية الضائعة وخشونة العلاقات الإنسانية في العاصمة. هكذا جاءت أعماله استجابة لنوازع داخلية دفينة كانت تتسرب على شكل احتفالية لونية تتسم بالشاعرية والحلم وأوجاع الغربة. في نهاية السبعينات تعرض عمر حمدي إلى ظروف مهنية وعاطفية قاسية، فهرب بجواز سفر مزور إلى بيروت ليغادرها على متن سفينة الصيادين إلى قبرص
ومن ثم إلى فيينا التي استقر فيها مستعيدا كيانه المنهوب في حمى لونية مختلفة مغرقة بالعاطفة تحمل أعمال عمر حمدي بصمته الخاصة المنفلتة من المعايير الأكاديمية، وتتجسد لديه قدرة هائلة على المزج بين التجريدي والتشخيصي بإيقاع يحيل على تجارب انطباعي باريس ودفء ألوان الشرق معا، وما إن فك أسلوبه يخضع لاختبار الذاكرة الأولى عبر استحضار المخزون القديم ما يشكل سجادة بصرية من الألوان والاشتقاقات المضادة في سبيكة واحدة. ولعل مغامرة مالفا الأساسية تتجلى في البساطة الخاضعة والخادعة، وهو ينشأ منجمه اللوني بضربات ريشته نزقة تطيح الطبقة الأولى للوحة بعد تأسيسها واقعيا، يضفي ذلك على اللوحة أسلوبية مختلفة تضع المتلقي في حيرة وتشتته أمام هذا الكتل المتراصة التي تشبه لقطات سينمية مختزنة في ذاكرة الفنان. وعلى المتلقي تفكيك هذه التكوينات وإعادتها إلى جذورها الأولى انطلاقا من ذاكرة موازية، وعلى الرغم من الاحتفالية اللونية الباذخة التي تغلف سطح لوحاته إلا أن حزنا شفيفا يطل من زاوية اللوحة ليرسم صورة لمأساته الداخلية وغربة روحه الممزقة بين صقيع فيينا ودفء الجزيرة السورية بكل تجلياتها اللونية. وما اللون الأبيض في بعض أعماله إلا ترجيعا قصريا لتلك المأساة، وأن جاء هنا في مقام آخر يتعلق بقدرته على توزيع الكتل اللونية وتصادمها في فضاء اللوحة على خلفية بوح تطريبي، وهو ما اختزنه من إرثه المحلي وتفسيراته الفردية التي تنهض على منعطفات تجريبية وتكوينات مركبة على هيئة منمنمات مستمدة من جماليات شرقية ونبرة حداثية، خاصة غاب الشاعر اللون الكردي وبقيت أعماله موزعة على جدران معظم متاحف العالم. أعزائي المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا، سنلتقي في حلقة قادمة مع قنديل آخر. أترككم بأمان الله وإلى اللقاء.